بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحباب الطلاب، نتحدث اليوم عن جدا كسرين وقسمة كسرين. كنا شفنا سابقا الجمع والطرح، وكيف أننا كنا نحتاج دائما إلى توحيد المقام حتى يمكن إجراء عملية جمع عددين كسريين أو طرح عددين كسريين. لكن عند عملية الجدا، عند عملية الضرب، فإن توحيد المقام ليس بضرورة، يعني لا يهمنا أن يكون المقام موحد أو غير موحد، لأنه يمكن إجراء العملية ببساطة. بالتالي فإننا في حساب جدا عددين كسرين نضرب البسط في البسط والمقام، نضرب البسط في البسط ونحصل على النتيجة، ثم بعد ذلك نضرب المقام في المقام ونحصل على النتيجة، وبالتالي نكون قد حسبنا عملية الضرب. إذن جدا كسرين لا يحتاج إلى توحيد المقام، ولكن يكفي أن نضرب البسط في البسط والمقام في المقام، ثم إذا كان ينبغي أن نبسط، يعني إذا كنا بحاجة إلى تبسيط الكسر، فإننا نبسطه مثل الحالة التالية. عند قسمة كسرين، القسمة مثل هذا المثال، عدنا 3 على 5 تقسيم 1 على 3. لكي نجري هذه العملية يكفي أن نقلب الكسر الثاني ونحول العملية إلى عملية ضرب، بمعنى أننا نضرب الكسر الأول في مقلوب الكسر الثاني، ثم نجري عملية الضرب ببساطة، عملية بسيطة جدا ولا تحتاج إلى كثير من العمل.